جفاري عامل شغل كبير جدا في الحمله اللي هي تحت عنوان ليست مجرد حمله. المناوشات شغاله ما بين الطرفين، ما بين الاطراف كلها. الخاسر الاكبر في القصه دي كلها هو جمهور برشلونه. يعني انا ابشر عبد الكريم وجمهور برشلونه كله ان هم هيشوفوا موسم أسوأ. المؤشرات بتقول كده، كل شيء وارد طبعا، انما كل المؤشرات بتقول ان موسم برشلونه القادم هيكون أسوأ بكتير حتى من الموسم اللي فات. الموسم المنصرم برشلونه لم يحقق اي شيء وانتهى بالثمانيه. الموسم اللي جاي أسوأ لان الازمات اكتر. إيه؟ مفيش صفقات. العلاقه ما بين ميسي مع كومان، العلاقة رئيس النادي إذا بقي، حتى لو رئيس نادي جه جديد بعد الاستفتاء اللي هيتعمل، انت بتتكلم في شهر لسه معانا وقت كتير، صعب جدا انه الفريق يلملم أوراقه في هذه الفترة القصيرة. وفي حالة من الحالات ماشي في مارس يعني انت بتتكلم عن عدد كبير جدا من الأزمات، ليس فقط الصفقات الضعيفة. ليش الدوشة هذه كلها؟